تمام، بننتقل مرة أخرى إلى محافظات مصر اللي بتجرى فيها العملية الانتخابية. زميلي محمد جمال موجود في تاني أكبر كتلة تصويتية في المرحلة الثانية، محافظة الدقهلية طبعا بعد القاهرة العاصمة. محمد أهلا بيك معنا في هذه التغطية الخاصة من تين تي في، وطمنا على الوضع الانتخابي عندك، اتفضل. أهلا بك كمال. بالفعل كما قلت منذ قليل، هي ثاني أكبر كتلة تصويتية على مستوى الجمهورية بعد القاهرة. فالكتلة التصويتية في محافظة الدقهلية نحو 4 ملايين صوت من إجمالي 6 ملايين نسمة، هو عدد سكان محافظة الدقهلية. عملية التصويت في محافظة الدقهلية والتي تجري على مدار 1 أو 11 دائرة في مختلف مدن المحافظة تشهد إقبالا متوسطا، ويزداد هذا الإقبال في مناطق الريف وفي مراكز محافظة الدقهلية. تزداد نسبة الإقبال هناك عما هي عليه هنا في مدينة المنصورة. هناك استعدادات مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية، سواء من قبل قوات الجيش أو قوات الشرطة التي تتمركز أمام اللجان وفي محيط كافة اللجان والمقر الانتخابية، إضافة بالطبع إلى الجولات والأقوال الأمنية التي تجوب شوارع محافظة الدقهلية للتأكيد على سير العملية الانتخابية دون حدوث أي انتهاكات. آخر هذه الجولات كانت جولة السيد اللواء عاصم حمزة، وهو مدير أمن الدقهلية، وكان له لقاء خاص معنا، أكد على سير العملية الانتخابية دون حدوث أي انتهاكات، وأكد أن هناك غرفة عمليات مدشنة داخل ديوان مديرية أمن الدقهلية لرصد أي مخالفات من الممكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية. كان لنا لقاء أيضا مع محافظ الدقهلية، أكد خلال تفقده لعدد كبير من المدارس التي بها اللجان الانتخابية سير العملية الانتخابية أيضا دون حدوث انتهاكات أو مخالفات. 3 لجان فقط هي من تأكد أو من تأخر بها فتح اللجان لمدة 10 دقائق نظرا لتعرض القضاء المسؤولين عن هذه اللجان لحادث سير، لكن طبعا دون حدوث إصابات. وكما أكد المحافظ أن هؤلاء القضاء تم استبدالهم بقضاء آخرين، ولم يتأخر عمل اللجنة سوى 10 دقائق حسب تصريحات محافظ الدقهلية. الجديد كمال في انتخابات محافظة الدقهلية هذا العام أن نسبة الشباب المشاركين في هذه الانتخابات يمثلون 30% من إجمالي عدد المرشحين. فعدد المرشحين بالمحافظة أو المتنافسين على مقاعد مجلس النواب بالمحافظة هم 414 مرشحا، منهم 130 مرشحا يقل عمرهم عن 40 عاما. إذن هي زيادة في نسبة المرشحين الشباب في هذه المحافظة. حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن 70% من عدد سكان محافظة الدقهلية هم من سكان القرى، وهذا بالطبع سيؤثر على نسبة المشاركة إيجابيا نظرا بالطبع كما تعلم كمال أن نسبة المشاركة تزداد في القرى وفي النجوع وفي الكفور نظرا بالطبع اعتمادها على النظام العائلي في دعم المرشحين. إذن خلاصة القول أن عملية الانتخاب هنا في الدقهلية تسير وسط أقبال متوسط يزيد نوعا ما عن المدينة عنه في القرى. هذا مجمل الأوضاع إلينا حتى الآن كمال، إليك في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد جمال، كنت معي من المنصورة في الدقهلية.